كان دامج مع فريق جميل الحالي وديك الساعه ولا كينتصر في جميع اللقاءات، والنتيجه ديال 5-1 اللي كانت في كاس العرش. كاس العرش اللي كنعرفوا الحساسيه ديال الديربي، ف يعني جات ديك 3-0 و5-1 كان شويه ديستابيليزات شويه الفرقه، كان ديماج وكو كان العكس، كو كان الفريق الوداد حتى هو مع شي فرقه اخرى اللي كتلعب هذا والدار، طبيعه الحال غادي تكون واحد القوه اخرى. سجلت هدف اللي بالنسبه لي انا كيبقى تاريخي، لان مورا داك الهدف شفت الفرحه ديال الجمهور ديال الفريق الوداد، هما حقوا داك اللقب داك الموسم ولكن ما جاتش على حساب فريق الوداد. الشوط الثاني كان كلشي كيتوقع ان الرجاء غادي يحافظوا على النتيجه او ربما يزيدوا يعزوها اكثر، كنتي سجلتي دوبلي ماركيتي جوج ديال الاهداف. بالو بي دي انا دخلت دريبلي تقريبا شي ثلاثه اللعابه واربعه وتلقيت راسي امام المرمى ماركيت على التاجر. كانت بزاف ديال الاشاعات رافقت هذاك الماتش، كان عقل انا الشارع الرياضي في الدار البيضاء اللي كيقول كيهضر بزاف على هذاك الماتش، قال لك لا كان شي تفاهم في ما بين الشوطين. البوليس شدني ووقف لقاني قال لي لانه والله هو رجع والله تكات والله تكتو متفقين والله حتى هذا مقتنع عادرك، لانه انا منين تفرجت في الماتش كمتفرج قلت انا كل واحد كل شيء غيمشي على ذاك التوازن. هنا 3-0 والفريق الرجاء نهار بتاتا، كان واحد شويه ديال الانانيه في بعض اللاعبين الفردي. دونك كل لعبنا جماعيا كما لعبنا في الشوط الاول، كنا نسجلوا اهداف كثيره. حنا نزيدوا نهضروا على الهدف ديال لويسي تسونامي، ديك الساعه فاش سجل تقالت بانه هاد البيت غيبقى، غتشوفوا اجيال واجيال 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 وغيبقى دائما. الوفاه ديال بن خوجه الله يرحمه كانت في الملعب.